بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني سعادة المهندس عصام عبد الله خلف، أدى أعضاء مجلس المحرق البلدي القسم قبل المباشرة بوظائفهم الخدماتية المعنية بمحافظة المحرق، وقد فاز العضو غازي المرباطي بمنصب رئيس المجلس بالتزكية، وفاز حسن الدوي بمنصب نائب رئيس المجلس. وقد أكد سعادة الوزير أن مسيرة العمل بين المجلس والوزارة ستكون متواصلة، حيث ستكون الوزارة على أتم الاستعداد للتعاون مع المجلس في تنفيذ المشاريع التنموية التطويرية للمنطقة، واستكمالا لمسيرة البلدين السابقين متطلعا البلديين السابقين متطلعا إلى استكمال المشاريع التي تم التقدم بها في الدورات التشريعية السابقة. ومن جانبه أشار غازي المرباطي إلى وجود خطة عمل تطويرية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم العمل لتشمل كافة دوائر محافظة المحرق. تم عقد الجلسة الافتتاحية اليوم لمجلس بلدي محافظة المحرق، وشهدت انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وتقدمت باسم الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. بينت إلى الأخوة رئيس وأعضاء المجلس البلدي استعداد الوزارة التام وواجبها في التواصل المستمر مع الأخوة رئيس وأعضاء المجلس البلدي لتقديم أفضل الخدمات لهذه المحافظة، لهذه المدينة. نحن نتطلع في الفترة القادمة إلى حزمة من الخدمات والمشاريع، بعضها قيد التنفيذ وبعضها في مراحل التصميم أو مراحل طرح المناقصات في مختلف المجالات، ونحن في الوزارة نعاهد الجميع على تقديم كل سبل المساعدة والتعاون، وأن نكون يدا بيد مع الأخوة ممثلي هذه المحافظة العريقة لتقديم أفضل الخدمات والمشاريع لهذه المحافظة. بداية نهنئ أنفسنا ونهنئ أهالي محافظة المحرق للانتهاء من عملية انتخاب رئيس ونائب رئيس لمجلس بلدي المحرق، ولأول مرة في تاريخ المجلس تكون بالتزكية، وهذه بادرة خير إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا خلال المرحلة القادمة. احنا عملنا القادم إن شاء الله رايح نركز فيه على متابعة المشاريع اللي طرحها المجلس السابق والمجالس المتعاقبة. في هناك الكثير من المشاريع تحتاج إلى دفع وتحتاج إلى متابعة، وهذه احنا طبعا دورنا كمجلس بلدي وأعضاء بلديين نتابع هذه المشاريع، ومن أهم هذه المشاريع متابعة تنفيذ ساحل البوسيتين، وأيضا متابعة تنفيذ حديقة المحرق الكبرى وبعض السواحل اللي صار لها فترة طويلة لا زالت لم ترى النور. لذلك احنا نأمل من الحكومة الموقرة والتعاون في هذا الجانب، ونشكرها جزيل الشكر مثل ما عودتنا على التعاون. أكيد رايح التعاون معنا خلال الفترة القادمة عبر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وأكيد خلال الفترة القادمة رايحين نصيغ خطة متكاملة لجميع الدوائر في محافظة المحرق، ورايح نعلن عنها خلال الأيام القادمة.